دكتور جدا. تاج، ده ياخدنا لسؤال مهم. في بعض من المدارس، تحديدا المدارس الخاصة، ابتدت تدي أجازات للطلبة نظرا لظهور زي ما حضرتك ذكرت بعض من الأعراض الخاصة بفيروس كورونا والمتحور الجديد الأوميكرون على تلاميذها. هل في أي نية بأي شكل كان لتغيير شكل الدراسة أو نقله إلى النوع الهجين أو الاتجاه الهجين ما بين الحضور والفيرتشوال أو الأونلاين اللي طلبت المدارس في الفترة القادمة؟ خليني أقول لحضرتك يا أستاذ حسام نقطة مهمة جدا. الحقيقة في اللجنة الطبية العليا بتاعت يعني تعامل مع الوباء واللجنة العليا لإدارة الجائحة أو الأزمة، المواضيع دي بتدرس بعناية شديدة جدا. وطبعا يمكن برضو في البيان بتاع رئاسة الجمهورية في الاجتماع مع سيادة الرئيس كان الكلام على ان احنا بنمشي دايما بتوازن ما بين مصلحة الوطن ومصلحة المواطن والحياة العامة والتأثير على الحياة الاقتصادية، ودي الحقيقة هذا المواءمة كانت ناجحة جدا في الفترة السابقة بكل تأكيد. فهو التعليم الهجين ليه دور لكن ليس بديلا عن التعليم بنظامه الطبيعي سواء على مستوى الجامعات او على مستوى المدارس. لكن طبعا في مثل هذه الاوبئه لابد ان التعامل يتماشى مع ظروف الجائحه ومشاكلها وتداعياتها. ولهذا السبب كان توجيه سياده الرئيس وايضا كان التوجيه الحكومي ان احنا نقدر نوازن هذه الامور. والمدارس طبعا عندها تعليمات وبتنفذ حسب حجم الاصابه، وهل الاصابه فصل او اكثر، وهل الاصابه عدد اكبر ولا لا. انما هو التوجيه امبارح واضح جدا في هذه المرحله، تقليل الكثافات مهم جدا، سواء كثافات في حضور الدروس سواء الدروس النظريه او العمليه. ايضا في احنا في مرحله امتحانات نصف العام، في ناس انتهت منها وفي ناس لسه، وفضل على اجازه نص السنه اللي هي على ما اعتقد 5 فبراير ان شاء الله. ان شاء الله. هذه المرحله 15 يوم دول مهمين جدا. فهو توجيه سياده الرئيس ان احنا نواجه بان الناس تخلي بالها بحيث ما يبقاش في كثافات، نقلل منها، نتبع كل الاجراءات الاحترازيه والنظافه وتطهير الاماكن واستخدام الماسكات. نفس الشيء بالنسبة للامتحانات سواء على مستوى المدارس أو الجامعات لتقليل احتمالية انتشار الإصابة. وكل بعد كده مرحلة ليها دورها حسب الظروف الوبائية. بكل تأكيد. لكن سيادتك سؤالك في منتهى الأهمية، والتوجيه هنا أيضا واضح تماما ومغزاه واضح، إن احنا لازم نخلي بالنا ما ناخدش الأمور ببساطة أو بسلاسة، إنما حياة المواطن وأمن الوطن الصحي في منتهى الأهمية. طبعا يا فندم.